بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض اخر حصه في الوحده الاولى اللي هي اخر اللي هو بقيه الدرس الثالث، وان شاء الله المره الجايه هتبقى مراجعه على الوحده الاولى، نحل كتاب الامتحان باذن الله. نبدا مع بعض النهارده على طول. قال لي اول حاجه هاخدها النهارده حركه الالكترونات في مستويات الطاقه حول النواه. هناخد نشاط عشان نفهم ايه معنى الكلام ده. قال لي انظر الى المروحه الكهربيه ساكنه، المروحه وهي مش في الفيشة بتلاقيها ساكنة عادي ما بتعملش اي حاجة. طب حطها بقى في الفيشة هتلاقيها دارت وعمالة بتعمل، شايفين اللي هي بقى ايه، بتلف. هل يمكنك تمييز كل من ازرع؟ انت ممكن تمييز كل زراعة فين بالظبط؟ لا طبعا لا يمكن تمييز ازرع المروحة. ليه؟ لانها بتظهر على هيئة سحابة نتيجة دورانها بسرعة كبيرة. انت ما بتبص كده للمروحه وهي دايره بتحس ان هي ملهاش 3 زراع، لا ده انت بتحس ان هي لها كل حته زراع، بتلاقي مش عارف اصلا تحدد الزراع بتاعها فين، صح؟ لا عشان بتدور بسرعه كبيره. وبنفس الكيفيه تدور الالكترونات حول نواه الذره بسرعات فائقه في مدارات تسمى تعرف بمستويات الطاقه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الالكترونات احنا قلنا بتدور حوالين النواه، صح؟ ماشي. يبقى الالكترونات بتدور في حاجه اسمها مستويات الطاقه. طب ايه هي مستويات الطاقه ديت؟ مستويات الطاقه ديت حاجات مش موجوده زي الازرع بتاعه المروحه اللي هي اصلا مش موجوده، بس انت ايه متخيلها. ليه؟ عشان انت شايفها عشان هي بتدور بسرعه كبيره. كذلك الالكترونات بتدور حوالين النواه بسرعه كبيره زي المروحه في مناطق تعرف بمستويات الطاقه. مستويات الطاقه ايه هي دي؟ قال لي دي مناطق وهميه تخيليه مش موجوده، احنا متخيلينها حول النواه بتتحرك خلالها الالكترونات كل حسب طاقته. يبقى ايه مستويات الطاقه؟ زي الازرع بتاع المروحه وهي بتدور، هي بتلاقي اكتر من ذراع وهي بتدور، انت مش عارف اصلا تحدد انهي ذراع، وانت اصلا بتخيلك ان انت في ازرع كتير حوالين المروحه. قال لي لا ده انت ما فيش الا 3 ازرع بس. ايه هي دي؟ نفس مستويات الطاقه، هي برضو مناطق وهميه حول النواه بتدور حوالين النواه بتتحرك خلال الالكترونات. الالكترونات بتتحرك في مستويات الايه؟ الطاقه، كل حسب طاقته، يعني كل الكترون حسب الطاقه بتاعته. قال لي ايه هم عدد مستويات الطاقه؟ قال لي 7 مستويات. عدد مستويات الطاقه كم مستوى؟ 7 مستويات. ايه هم يا مستر؟ كي ال ام ان او بي كيو. كي ال ام ان او بي كيو. الكي ده بيعرف بالمستوى الاول، ال بالمستوى الثاني، الام بالمستوى الثالث، الان مستوى رابع، الاو خامس، البي سادس، الكيو سابع. مين اعلى مستوى فيهم اللي هو اعلى مستويات الطاقه؟ اعلى مستوى اللي هو طبعا البعيد اللي هو الاخير، ده اعلى مستوى طاقه. طب ومين اقل مستوى طاقه؟ طبعا اللي هيكون الاول، يبقى ده اقل مستوى طاقة. وانت ماشي كده مستويات الطاقة بتزيد لحد ما نوصل لاعلى مستوى طاقة اللي هو الايه؟ الكيو. وكل مستوى طاقة يعني ده اللي ده اكبر من الكي، الام اكبر من الكي والال، الان اكبر من الكي والال والام، الاو اكبر من الكي والال والام والان، والبي اكبر من الكي والال والام والان والاو. طب والكيو اكبر من الكي والال والام والان والاو والبي. معايا؟ قال الالكترونات بقى بتنتقل ازاي من مستوى طاقة اخر؟ انتقال الالكترونات من مستوى طاقة لاخر. قال الالكترونات تتوقف طاقة الالكترونات على طاقة المستوى الذي يدور فيه، يعني كل مستوى من دول له طاقة، ده له طاقة وده 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 له طاقة، كل مستوى له طاقة. يبقى طاقة الالكترون هتساوي طاقة المستوى اللي هي فيه. يعني لو قلنا مثلا ده طاقته 2 طاقة الالكترون ده تساوي 2، ده طاقته 4 طاقة الالكترون ده تساوي 4، ده طاقته 7 طاقة الالكترون ده تساوي 7. دي ارقام طبعا ايه؟ تخيلية، بس انا بقول لك بفهمك بس ايه اللي انت بتشوفه. لا يمكن للالكترون ان ينتقل من مستوى طاقته الاصلي الى مستوى طاقة اعلى منه. يعني مثلا هنا عاوز اروح هنا، ينفع؟ لا. هو ينفع بس لسه، بس انت واقف كده ما ينفعش من نفسك كده تروح ايه تقول لا ده انا فكيت، انا في مستوى الطاقه الاقل عاوز ابقى اعلى شويه، لا ده انا هروح لال. الكترون يعمل كده؟ ما ينفعش. امال ينفع امتى؟ قال لي لو اكتسب مقدار من الطاقه، لو بقى عنده طاقه اللي هو يروح هنا. يعني هو واقف هنا ب2 وهنا الطاقه بتاعته 4، لو هو هنا ب2 واكتسب طاقه خليته 4 يروح جاي على هنا على ال. طب لو ما كسبش طاقة اللي هو يخليه بيساوي 4 يخليه في كي زي ما هو.
اللي اذا اكتسب مقدار من الطاقة بتساوي الفرق بين طاقتي المستويين. ايه الفرق ما بين طاقتي المستويين ده؟ يعني احنا قلنا هنا باتنين والطاقة هنا باربعة والطاقة هنا باتنين، لازم يكتسب اتنين، لازم يكتسب طاقة مقدارها كام؟ اتنين، عشان يقدر يروح لايه؟ لال. طب لو ما اكتسبش؟ لا، هيفضل في كيس زي ما هو، مش هيتحرك. قال لك لا انا دايما، وده بتسمى الطاقة دي بقى بتسمى بالكم او الكوانتوم، بتسمى بالكم او الكوانتوم. طب ايه هو الكم او الكوانتوم ده؟ هو مقدار الطاقة اللي بيكتسبها او يفقد او يفقدها الالكترون عشان ينتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر، عشان ينتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة ايه؟ اخر. احنا قلنا اللي هو الاتنين بقى الفرق ما بينهم، عشان يفقد او يكتسب عشان ينتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر. طب يسمى مستوى طاقة وده مستوى طاقة، كلهم مستويات الايه؟ الطاقة. وتسمى الذرة في هذه الحالة بالذرة المصارة. الذرة في الحالة دي هتسمى بالذرة الايه؟ المصارة. يعني ايه؟ ذرة اكتسبت كما من الطاقة، يعني جالها طاقة زيادة فتلاقيها بقت مصارة بقى، يعني اللي انا مفيش حد قدي، اللي انا هطلع للمستوى التاني، محدش له عندي حاجة، فدي بسميها بالذرة الايه؟ المصارة. هي الذرة المصارة التي اكتسبت كما من الطاقة، الذرة اللي كانت لها طاقة أكبر فبقت بقى بإيه؟ بتتفرعن بقى على بقية بقى اللي في المستوى معاها، وتقول لهم أنا هسيبكم وأروح للمستوى التاني، فهي كانت بسميها بالذرة الإيه؟ المصارة، الذرة اللي اكتسبت كم من إيه؟ من الطاقة. ماذا يحدث؟ اكتساب الإلكترون كم من الطاقة. لو اكتسب كم من الطاقة احنا قلنا إيه؟ هينتقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، ويصبح ذرة إيه؟ مصارة، ويصبح ذرة مصارة. أهو الذرة مستقرة، دي ذرة مستقرة، اكتسبت كم من الطاقة اللي هي الطاقة الممتصة، فهتكتسب الالكترون كم من كوانتم كم من الطاقة وتصبح ذرة مصارة. وبص، وهترتفع من مستوى طاقة لمستوى طاقة الايه؟ اللي بعده. طب الالكترون ده المصار ده فقد كم الطاقة اللي اكتسب، يعني الالكترون ده فقد كم الطاقة اللي اكتسب، هيحصل ايه؟ هيرجع تاني صح؟ يعود الالكترون الى مستوى طاقته العادي ويتحول لذرة ايه؟ ذرة مستقرة، يتحول الى ذرة مستقرة، ويفقد الالكترون الكم بتاع الكوانتم اللي هو ايه؟ اكتسب. قواعد دوسيه الالكترونيه. قال لي بقى هو الالكترونات ديت سايبه كده، اللي عاوز يروح حته يروح؟ قال لي لا، ده كل واحد له مستوى وكل واحد له عدد الذري بتاعه. فكان العدد الذري ما كنا بناخده، كل واحد له حاجات معينه لازم يمشي حسبها. طب ازاي؟ قال لي يتشبع كل مستوى طاقة بعدد محدد من الالكترونات. يعني مستوى كي له عدد محدد من الالكترونات، ال له عدد محدد من الالكترونات، ام له عدد محدد من الالكترونات، ان له عدد محدد من الالكترونات. تملأ مستويات الاقل في الطاقة اولا، يعني كي تميل الاول، بعد كده ال، بعد كده ام. ما ينفعش اجي في الاول املى ال، لا غلط، لازم ابتدي بالاقل اللي هو الكي، ثم بعد كده المستويات الاعلى، لا كي ثم ال ثم ايه؟ ام. يمكن تحديد عدد الالكترونات الذي يتشبع به كل مستوى من مستويات الطاقة الاربعة الاولى فقط من العلاقة 2N تربيع، 2 نون تربيع. انا مش فاهم حاجة. قال لي يعني انا عندي مستويات الطاقة، كل مستوى طاقة هيشيل عدد من الالكترونات، عدد قد ايه؟ قال لي لسه معرفش عدد، كل واحد هيشيل عدد. طب ما هو الاربعه هيشيلوا مع بعض، يعني كده هيشيل زي ال، هيشيل زي ام، ده حرام، لان ال طاقته اعلى من الكي، والام طاقته اعلى من الكي والال، فحرام ان انا اشيل زيهم. فكل مستوى له عدد محدد من الالكترونات. هنا هعمل على الاربع مستويات الطاقه الاولى بس، هعمل على الاربع مستويات الطاقه الاولى بس، اللي هما الكي والال والام والان، كي والال والام والايه والان. ادي الكي بالعلاقه 2 نون تربيع، حيث نون ديت رقم المستوى، حيث نون دي رقم المستوى، يعني الكي نون بواحد، يبقى 2 في 1 تربيع ب2، يبقى الكي هيبقى فيه كام الكترون؟ 2 الكترون بس. طب والال؟ 2 نون تربيع يعني 2 تربيع، يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8 الكترون. يبقى الال هيبقى فيه كام الكترون؟ 8 الكترونات. طب والام؟ 2 في 3 تربيع، يبقى 3 في 9 ب18، 18 الكترون ده الام. ال N 2 في 4 تربيع يعني 2 في 16 ب32 الكترون. قال لي طب ليه بقى ال B ال O وال B وال Q ما بيمنوش؟ ال A وال B ما بتنطبقش عليهم العلاقة 2 نون تربيع، ليه ما بتنطبقش عليهم؟ قال لي عشان هنا الذرة هتكون غير مستقرة إذا احتوى مستوى على أكتر من 32 الكترون، الذرة هتكون مالها غير مستقرة لو احتوت على أكتر من 32 إيه؟ الكترون. يبقى ما ينفعش عشان الذرة تكون إيه؟ غير مستقرة. ملحوظة،
مستوى الطاقة الخارجي الأخير لأي ذرة ما بتحملش أكتر من 8 إلكترونات، يعني ال L وأنت بتوزعها تبقى آخره 8. طب بقى 9 بتروح على M، طب وال M وأنت بتوزعه لازم يكون آخره 8، طب ناقص 1 هيروح على N. معايا؟ وهناخدها مع بعض دلوقتي وهنفهمها واحدة واحدة، ما عدا الكي هو اللي بيتحمل 2 إلكترون بس، دي هنفهمها بالتفصيل دلوقتي. ازاي بقى اوزع؟ انا بوزع على حسب عدد البروتونات اللي هو العدد الذري اللي هو عدد الالكترونات. احنا مش قلنا العدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات بيساوي العدد الذري، فانا بوزع على حسب عدد الايه، العدد الذري اللي هو عدد الالكترونات. طب انت بتوزع ازاي يا مستر؟ بنوزع ازاي؟ شوفوا بنعمل ده، ادي الكي وادي ال. الكي هو ديت ان كام؟ 7. نوزع على العدد الذري او عدد البروتونات او عدد الالكترونات اللي هو اللي تحت ده اللي هو كام؟ 7. فيبقى ادي الكي هتاخد كام؟ 2. وبعد كده ال، ال دي هتاخد كام؟ 2، احنا عاوزين 7، يبقى ناقص كام من 7؟ 7 ناقص 2 كام؟ 5. يبقى ال اللي هتاخد كام؟ 5. يبقى هيبقى التوزيع بتاع النيتروجين 2 5. امال ايه ده يا مستر؟ ده ديت ده اللي هو العدد الذري وده عدد النيترونات. مش قلنا العدد الذري اللي هو بيبقى موجب الشحنه، اللي هو البروتونات بيبقى موجب الشحنه والنيترونات متعادله الشحنه؟ اهو زي ما انتم شايفين، ادي البروتونات موجب الشحنه والنيترونات متعادله الشحنه. ده التوزيع الالكتروني المفروض انت تعمله، اللي هو الكي ب2 والال بكام؟ ب5. طب نيجي نشوف الصوديوم. الصوديوم انا مش عارف يعني ايه، سيبك من الكلام ده، احنا هنشرحه بالتفصيل، بس احنا هنوزع على طول. ذره الصوديوم ان ايه 11 وفوق 23، هنوزع على حسب الايه، العدد الذري. العدد الذري اللي هو كام؟ 11. يبقى كام الكي هياخد كام؟ 2. طب وال ال هياخد 8. معايا؟ احنا قلنا اخر واحد بيبقى 8، 2 و8 10، ناقص كام من ال 11؟ 1. يبقى الام ياخد كام؟ الام ياخد 1. هتبقى كام؟ 2 8 كام؟ 1. 2 8 1. طب اللي بعدها البوتاسيوم. طب ما نيجي نشوف البوتاسيوم. البوتاسيوم كام؟ كي 19. هنيجي نوزعه، ادي الكي ب2 والال ب8، 2 و8 10، ناقص قد ايه من 19؟ 9. هل الام ياخد 9؟ غلط. ليه؟ عشان احنا قلنا اي مستوى طاقه الخارجي، مستوى الطاقه الخارجي ده ما بيحتملش اكتر من 8 الكترونات، لازم يكون اخره كام؟ 8. اما هيتوسع ازاي ده بقى؟ هيتوسع الكي في 2، ال ال في 2، قصدي ال ال في 8، ال ام في 8، بقى 2 و8 10، 8 و18، ناقص كام من 19؟ 1. يبقى ال ان ياخد كام؟ 1. يبقى 2 8 8 كام؟ 1. 2 8 8 1. طب ما نيجي نشوف الجدول مع بعض ده. الجدول ده بيقول لك ايه بقى؟ ادي ال H 1، يبقى نيجي نوزعها نخلي الكيب 1 بس. يبقى عدد الكترونات المستوى الخارجي، يعني ايه عدد الكترونات المستوى الخارجي؟ يعني اخر مستوى فيه كام الكترون. هنا اخر مستوى فيه كام الكترون؟ اللي هو اصلا اول مستوى اللي هو فيه واحد الكترون. طب عدد مستوى دي الطاقه، يعني انت عملت كي وال وام ولا كي بس؟ كي كده بواحد، كي ال يبقى 2، كي ال ام يبقى 3، كي ال ام ان يبقى 4. انت عملت كام مستوى طاقه؟ انا والله عملت مستوى طاقه واحد اللي هو كي. طب او 8 16 انا ليا بالعدد الذري اللي هو العدد اللي تحت، اللي هو عدد البروتونات، اللي هو عدد الالكترونات اللي هو بيساوي العدد الذري، الثلاثه بيساوي بعض. طب اما نيجي نوزعه كي هياخد كام؟ 2. طب وال ال 2 من 8 هيبقى ناقص 6، هيبقى كام؟ 6. 2 كام؟ 6. عدد الالكترونات المستوى الخارجي اخر مستوى فيه كام الكترون اللي هو ال ده؟ في كام؟ 6. طب عدد مستوى دي الطاقه، ادي مستوى وادي مستوى، يبقى كام مستوى؟ ادي 1 وادي 2، يبقى 2 مستويات طاقه. طب ال اي 3، الكي هياخد 2 والال هياخد 1، يبقى 2 1. يبقى عدد اكتر المستوى الخارجي 1، عدد مستوى الطاقه 1 2. سي ال 17 هنيجي نوزعها على 2 8 7، 2 8 كام؟ 7. عدد اكتر المستوى الخارجي الاقي كام؟ 7. عدد مستوى الطاقه المشغوله بالالكترون ادي 1، ادي 2، ادي 3، يبقى 3 مستويات. ام جي 12 هلاقي 2 8 2، عدد اكتر المستوى الخارجي ادي 2، عدد مستوى الطاقه 1 2 3. ايه اللي 13 هيتوزع 2 8 3، عدد اكتر المستوى الخارجي 3 اللي هو اخر مستوى بيبقى فيه كام الكترون، عدد مستوى الطاقه 1 2 3، يبقى 3 مستويات طاقه. اظن ديت اتفهمت.
التركيب الإلكتروني والنشاط الكيميائي. قال لي عندي حاجة اسمها العناصر النشطة وحاجة اسمها العناصر الخاملة. دول بيتحددوا ازاي؟ بيتحددوا على مستوى الطاقة الخارجي، بيتحددوا على مستوى الطاقة الخارجي اللي هو الأخير، عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. قال لي لو العناصر، لو عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي اللي هو آخر آخر مستوى في عدد الإلكترونات، لو في أقل من 8، يعني 1 2 3 4 5 6 7، دي بسميها ذرة نشطة، بسميها العناصر النشطة، بسميها العناصر الإيه؟ النشطة. طب لو فيها 8 بسميها العناصر الخاملة، بسميها العناصر الخاملة. لو اخر مستوى فيها 8 يبقى بسميه بالعناصر الخاملة، اخر مستوى فيه اقل من 8 يبقى بسميها بالعناصر الايه؟ النشط. قال لي باستثناء الهيليوم اللي المستوى الطاقة الخارجي اللي بيحتوي على 2 الكترون، هو الهيليوم بس المستوى بتاعه بيحتوي على 2 الكترون. ليه؟ لان هو ايه؟ اتش اي 2، يبقى الكي ب2، والكي اصلا ما بتتحملش اكتر من 2، يبقى مستوى الطاقة الخارجي ممتلئ بالايه؟ بالالكترونات. قال لي علل ذرات العناصر النشطة غير مستقرة، تميل للدخول في التفاعل الكيميائي. يعني هو مفروض عشان يستقر يوصل لتمانية، عشان يبقى كده قاعد كده متمزق وبراحته لو يوصل للتمانية. طب هو ما وصلش للتمانية، يبقى هيعمل حاجة اسمها تفاعلات كيميائية، دي ان شاء الله هناخدها في الترم التاني. هيعمل تفاعلات ايه؟ كيميائية. ليه؟ لترتبط كيميائيا مع ذرة او عدة ذرات اخرى عشان تكون جزيء مستقر. لترتبط كيميائيا مع ذرة او عدة ذرات اخرى ليه؟ عشان تكون جزيء مستقر. جزيء مستقر ده اللي هو يكون اخره كام؟ 8. طب الخاملة ديت اخرها 8، هل هتعمل تفاعلات كيميائية؟ قالت لك لا، انا قاعدة مستقرة براحتي، مش هتيجي بقى ذرة وتعكنن عليا، لا ده انا مستقرة، ما بعملش، ما بتخش اصلا في تفاعلات كيميائية. ليه؟ لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لها، لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لها. يبقى مما سبق اتضح ان عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي هي المتحكمة اللي انا ادخل الذرة في التفاعل الكيميائي ولا لا، هي اللي بتتحكم اللي انا ادخل الذرة في التفاعل الكيميائي ولا لا. عندي التوزيع اهو، اتش واحد واحد ده يبقى بواحد، العدد الذري بواحد، العدد الكتل اللي هو فوق بواحد، عدد النيترونات احنا قلنا نطرح الاتنين من بعض بصفر، عدد الالكترونات او البروتونات اللي هو العدد الذري بواحد، التوزيع الالكتروني اتش واحد يبقى اهو كي واحد، نشط لا ده نشط ولا غير نشط؟ لا ده نشط عشان مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ واحد الكترون. نشوف الهيليوم، العدد الذري بتاعه 2، العدد الكتلي بتاعه 4، عدد النيترونات 4 ناقص 2 2، عدد البروتونات او عدد الالكترونات برضو ب2، اما نيجي نوزعه كده هتاخد 2. طب ما احنا قلنا الهيليوم ده اللي هو باستثناء الهيليوم اللي هو عنصر خامل، عنصر ايه؟ خامل، يحتوي مستوى الطاقة الخارجي على كام؟ 2 الكترون. ليه؟ لان الكيمياء ما بتشيلش اكتر من 2، فكده بقت اكتملت، كده بقت ايه؟ اكتملت. النيون ادي 10، عدد الذري، عدد الكتل 20، عدد النيترونات 20 ناقص 10 ب10، الكلام ده كله انا شرحه ورا بالتفصيل في الحصص اللي فاتت، عشان كده بقوله دلوقتي بايه؟ بسرعه. عدد البروتونات او عدد الالكترونات ب10، التوزيع الالكتروني 2 كام؟ ناقص 10، 10 من 2 كام؟ يبقى ناقص 8، 2 8. ده ايه ده؟ ده ديت خامل. ليه؟ عشان مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ 8، ده اكتمال مستوى الطاقة الخارجي فيه بالايه؟ بالالكترونات. بعد كده الاي ال والسي ايه بقى؟ حلوهم مع بعض، هنحل دي مع بعض. ادي الان ايه؟ وادي 11 و23، يبقى العدد الذري 11، العدد الكتلي 23، عدد النيترونات يبقى 23 ناقص 11 بكام؟ ب12، عدد البروتونات او عدد الالكترونات هيساوي كام؟ اللي هو العدد الذري بيساوي برضو كام؟ 11. وزع لي هو اهوت 2 8 1، نشط الاحتواء مستوى الطاقة الخارجي على كام الكترون؟ مستوى الطاقة الخارجي فيه كام الكترون؟ 1 الكترون. نشط الاحتواء مستوى الطاقة الخارجي على كام الكترون؟ 1 الكترون. بعد كده الليثيوم ال اي مش مديني ولا عدد الذري ولا عدد الكتلي، ولا مديني هو مديني بس عدد البروتونات وعدد النيترونات، عدد النيترونات عدد البروتونات. هو انا عدد العدد الكتلي بيساوي ايه؟ عدد الكتلي بيساوي عدد النيترونات زائد عدد البروتونات، يعني 4 زائد 3 7، يبقى العدد الكتلي بكام؟ ب7. طب والعدد الذري؟ العدد الذري هيبقى عدد البروتونات او عدد الالكترونات اللي هو بكام؟ ب3. يبقى العدد الذري بكام؟ ب3، والعدد الكتلي ب7 اللي احنا لسه قايلينه. طب اما بنيجي نوزع، هنوزع ازاي؟ ده كام؟ 3، هتبقى 2 1، هتبقى كام؟ 2 1، هتبقى 2 1. طب ده هيبقى نشط لاحتواء مستوى الطاقة الخارجي على 1 الكترون، عشان اخر واحد فيه كام؟ 1 الكترون. طب نيجي نشوف الاكسجين، شوفوا بقى هنا اهو، ده عدد البروتونات وده عدد الايه؟ النيترونات، اللي هو 8 زائد 8 بكام؟ ب16. يبقى العدد الذري بكام؟ ب8.
اللي هو عدد البروتونات، يبقى العدد الذري بكام؟ ب8. العدد الكتلي ب16. عدد النيترونات ب8. عدد البروتونات او الالكترونات برضو ب8. هنا الكي هيبقى تحته كام؟ 2. وبرضه يبقى ناشط الاحتواء مستقل الطاقة الخارجية على كام الكترون؟ 6 الكترونات، اهو 6. لو وصل ده 19 39، يبقى العدد الذري 19، عدد الكتلة 39، يبقى عدد النيترونات هيبقى بكام؟ 39 ناقص 19 ب20. عدد البروتونات بيساوي العدد الذري بيساوي 19. اما نيجي نشوف هنا هلاقي 2 8 8 1. ليه بقى؟ ادي 2 8 بقت 10، 8 18 ناقص 1 بحطه في الان يبقى كام؟ 1. ناشط الاحتواء مستوى الطاقة الخارجي على كام الكترون؟ على 1 الكترون. على كام؟ 1 الكترون. مثال كمان، ذرة عنصر لا تدخل في اي تفاعلات كيميائية. قال لي لا تدخل في اي تفاعلات كيميائية وتدور الكتروناتها في ثلاثة مستويات للطاقة، وبتحتوي نيوتراتها على 32 نيوترون. احسب العدد الذري والعدد الكتلي براحة خالص. دي ذرة ما بتدخلش في التفاعلات الكيميائية، ذرة عنصر خامل. يبقى ذرة عنصر ايه؟ خامل. يبقى مستوى الطاقة الخارجي فيه كام الكترون؟ 8. والمستوى اللي قبله 3 مستويات، يعني عندي الكي والال والام. الام المفروض هنا عشان قال لي ما بتدخلش في التفاعلات الكيميائية، يبقى في الام كام؟ 8. وفي ال 8. وفي الكي 2. يبقى 2 زائد 8 زائد 8 هتبقى بكام؟ ب18. تاني قال لي ما بتدخلش يبقى كامله، يبقى اخر مستوى طاقه اخر مستوى طاقه خارجي ده ممتلئ بالالكترونات، يعني في كام الكترون؟ 8 الكترونات. في كام مستوى؟ 3 مستويات، اللي هو الكي والال والام. يبقى الكي ب2 والال ب8 والام ب8، يبقى 8 و8 و2، يبقى 2 زائد 8 زائد 8 بتساوي 18 الكترون. يبقى العدد الذري بيساوي كام؟ 18. طب والعدد الكتلي؟ العدد الكتلي بيساوي ايه؟ عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. البروتونات بكام انت جايبها؟ اللي هو العدد الذري ب18، والنيترونات مديها لك بكام؟ ب22. يبقى 18 زائد 22 يساوي 40. صعبه؟ اظن ان هي مش صعبه. كده خلصنا الدرس بتاعنا، خلصنا الوحده الاولى. المره الجايه باذن الله هنراجع على الوحده الاولى كامله، هنحل مع بعض اسئله كتاب الامتحان، و ما تفوتوش الحصة دي عشان مهمة جدا جدا جدا. وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.